بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع غريب، وهو نملة تحمل أختها بعد أن تقطع الورقة وتحملها إلى المستعمرة لتتغذى عليها هي وابنائها، فإن الحشرات والذباب الطفيلي تحاول الهجوم على هذه النملة، ولكن النملة لا تستطيع الدفاع عن نفسها لأنها تحمل الورقة بفكيها، ولذلك فإنها تحمل نملة أخرى فوق الورقة. مهمة هذه النملة الدفاع عن أختها، صراحة ما نقول له سبحان الله الذي علم النمل هذه التقنيات في الدفاع عن نفسه، وهذا أسلوب من أساليب الرزق، ولولا هذه الوسائل لانقرض مجتمع النمل، ولكنها رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سورة العنكبوت آية 60، والله أعلم.